السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للجميع. أنا محمد أحمد علي، ممثل للشركة الروسية في المملكة العربية السعودية الرياض. بنحب نقول إنه تم عمل تجارب على الرمل الكثبان الأحمر في مدينة الرياض، وتم بمعرفة أحد من البروفيسورات من جامعة الملك سعود، وكنت مشرفا معه على هذه التجربة، بحيث أنه يتم إضافة هذه المادة العضوية التي أحضرتها من روسيا، وتمت من مواد عضوية بحتة ليست فيها أي محتويات كيميائية، وهذه المواد تساعد على زراعة الرمل، زراعة الرمل بتقليل المياه بأقل التكلفة ممكنة، لأن المشاكل الرئيسية في الرمل هو استهلاك الماء، وكذلك في كل الدول التي تعاني من شح في المياه الجوفية هي الإشكالية في كمية المياه. فعند إضافة هذا المحلول يتم استخدام كميات قليلة جدا من المياه. هذه من الأشياء المهمة جدا. هذا غير أنه بيساعد في إنتاج ثمر فيه كل المواصفات اللي هي كل المواصفات مكتملة من ناحية الفيتامينات والمعادن، ولا يوجد أي نوع من المبيدات. يعني هذا المحلول طبيعي وبيتم إنتاجه من أشياء طبيعية كلها، وكذلك عند زراعته وإضافة المحلول حسب المقادير المذكورة من الشركة الروسية المنتجة لهذا المحلول، بيتم أولا استخدام يعني كمية قليلة جدا من المياه. وعند إنتاج الثمر يعني يختلف في الطعم، ويختلف في كمية المعادن نفسها اللي هي موجودة. يعني الثمر بيكون أفضل من الذي تم زراعته في الأرض العادية، بإضافة الأسمدة أو بإضافة أي إضافات أخرى، لأنه هذه المادة أو هذا المحلول له مواصفات في غير تقليل الماء في الثمر نفسه الناتج، حتى وإذا كان هذا الثمر عبارة عن ورقيات، إذا كان خس أو إذا كان أي نوع آخر من الورقيات. فهذا الموضوع يعني معمليا تم إثباته، وممكن أي إنسان أن يجربه، لأي إنسان الحق في أن يعمل هذه التجربة البسيطة، ويتم أخذ الناتج من الخضار أو الخس أو إذا كانت يعني فواكه، ويتم كذلك فحصها بواسطة الأجهزة المعروفة المختصة ليتأكد من مقارنتها بالثمار الأخرى. فهذا المنتج يعني له مواصفات مميزة جدا. هذا غير أنه الشيء الأهم أنه هو مع يعني هذا المنتج أو المحلول قد يأتي من روسيا في الفترة الأولى فقط لعمل التجارب الأولى وكذا، ولكن الشركة الروسية هي سوف تنتجه في أي بلد، هي تمتلك أسرار هذا الموضوع، ولكن هي سوف تنتجه في أي بلد، بمعنى إنه الإنسان لا يحتاج أن يستورد أي شيء من الخامات من روسيا، فباعتبار إنه هذا يعتبر مورد طبيعي داخل أي بلاد موجود. هذه البحوث تم عملها من سنين طويلة، وهذه نتيجة هذا البحث عبر السنين، هذا الاختراع الجميل الذي يساعد على الزراعة في الرمل الأحمر أو رمل الكثبان، الذي يعني لا يتم زراعته إلا بعد استصلاح مكلف جدا جدا. نتمنى من الناس إنه يعني الحابب يتواصل، ما في مشكلة إنه يتواصل مع يعني منسوبين الشركة. ولكم منا جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.